لك شو بدي احكي لك؟ لا احكي يعني بس انك تضحك لحالك. بحياة الله احكي لي لحتى اضحك لك. والله مشتهية الضحكة يا ابو عاجوقة من بين كوام هالهموم. الله يبعد الهم عنك. هذا يا شاكريتي من لما وصلت امن على السرفيس ونزلت منه قال الكريم خذ مطار حبال حبال المطار بالشام. هون بخبخت شوي بس ما مطرت كتير. تحت المطر نزلت حبال وانا هربت دغري ركيد لتحت سقف سوق الحمدية. شو قلت لحالي؟ لبين ما توقف تخف المطر برجع بكمل مشواري على المرجة. ايه بين عشقة هالناس بالحمدية ما شفلك الا ايد انمدت على كتفي ومسكتني. التفتت لورا وقبل ما احكي كان صاحب هالايد اخذني بالحضن. مينو هذا؟ مخربت عليك يعني لحتى عم تضحك؟ لك لا ماله مخربط، هذا رفيقي من ايام المدرسة بس قلنا قريب شي 10 سنين ما شفنا بعضنا. ايوه معناتها اشتهيتوا تعزموا بعضكن على شي فنجان قهوة ولا صحن بوظة بس لا انت ولا هو معكن النقلة. لك ليش عم تستعجلي علي يا شكرية؟ طيب كمل لشوف. تعرفي يا شكرية مو قليلة انه البني آدم يشوف رفيقه على غفلة. يعني انا ما بعرفه لرفيقة؟ لك لا ما بتعرفي. طيب وين الضحكة بالموضوع؟ هذا بعد السلام والذي منه سألني شو جاي تساوي بالسوق. قلت له جاي يدور على كنزة. خوش ما بقى عندي ولا كنزة اللبس والبرد شوفت عينك اجا. يلي كحت كمامها ويلي نسلت قبتها ويلي انسلخت من قدام ويلي صارت تشط وتمط. قام قال لي وقف وقف ليش كم كنزة عندك؟ قلت له وحدة بس كل مرة بشوفها بلون شكل حسب السترة اللي بلبسها. قام سألني ليش كم سترة عندك؟ قلت له لك وحدة بس كل مرة بشوفها بلون حسب ما البس البنطلون. قال لي ليش كم بنطلون عندك؟ قلت له واحد بس كل مرة بشوفه بلون حسب الصباط يلي عم ألبسه كمان. وكمان هذا الصباط لك ما عندي غيره مشان ما تسألني بس كل مرة بشوفه بلون حسب المكان اللي رايح عليه أو المناسبة يلي معزوم عليها أو الشارع يلي بدي أمشي فيه وكمان حسب المناخ إذا غايم ولا نص غايم مشمس شتا خفيف شتا قوي ولا الشوارع طايفة بالطين ولا مانا طايفة يعني نفس الصباط صيفي شتوي. قام هون قاطعني وقال لي لك لساتك مزوحي انت وما لحد غير عادتك. هاي منيحة لازم نمزح لانه الحال اللي وصلنا له شي بيطقق. ايه وشو قلت له؟ هذا يا ستي قلت له قيمك مني هلا وانت شو عم تعمل هون؟ قال لي والله وانا جاي اتخبى من المطر بس شايف لك ياها صحيت روح لحتى عرفك على المحل تبعي. قلت له والله فرحتني ان شاء الله الف الف مبروك صار عندك محل هون وتركت شهادة الجامعة وتوفقت. قال لي ايه من لما تركت شهادتي الله رزقني وصار عندي محل على 4 واجهات. امشي امشي شوفه. ومشينا لك هيك لقفة سوق الحمدية ناحية الحريقة يعني واذ وقف لك جنب بسطة اواعي اولاد من هدول تبعات الرخص وقام عنها المشمع اللي مغطيها فيه من المطر وقال لي هذا محلي. اطلعت فيه هيك وصرنا نضحك. قلت له شهادة الجامعة شيت الحقوق. قام قال لي وين بدي روح فيها؟ وظايف وما في ولحتى اعمل محامي لازم كون مسجل بالنقابة وعم اتدرب عند محامي معروف وهدول اتنيناتهم بدهم مصاري قد بقى نجحي. قلت لحالي طبعا والحكي لرفيقي هو قال انه بيشتغل على هالبسطة لحتى يجمع رسم النقابة. قلت له لا عم تمزح طريق النقابة تبع المحامين المصونة ببلش من هالبسطة يعني ولا من القدرة والكفاءة والشهادات وما إلى ذلك. قام قال لي لا من المصاري أول شي لازم يكون معك مصاري بعدين بتصير محامي وافهمها بقى. شوف أبو عاجوقة كل مرة بقعد بسألك نفس السؤال لحتى أفهم وأستوعب وين الضحكة ما عم لاقيها. فهمني شو سبب الضحكة اللي جايبة معك ولساتها على معالم وجهك. لك قال لي رفيقي بتعرف هالبسطات يلي حواليه مين عم يبيع عليها؟ قلت له لا والله. ايه الله يسامحك انا بعرف شلون انت ما بتعرف؟ مين بالله؟ نصهم مخابرات لان هالبسطة بدها موافقة من المخابرات وهن بيعطوها لجماعتهم بقلب الاسواق لحتى يسترزقوا ويراقبوا الناس. إيه بس بدك تطولي بالك هذا رفيقي مو مخابرات يا شكرية وانا متأكد من هذا الشيء. انا قلت نصهم مخابرات ما قلت لك كلهم. طيب والنص الثاني؟ خريجين جامعات عم يبنوا سوريا الحديثة بس على البسطة عدم المؤاخذة مثل رفيقة. والله يا خوفي تكون كل سوريا الحديثة صارت تنباع على البسطة. هلأ أنت عم تعلق على أنه عندك قطعتين تياب بتبدل فيهم ليهتروا. ليش دخلك من قبل كانت الناس كتير تجخ يعني ولا غالبيتها كانت كمان تدبر حالها من قريبه؟ شو رأيكم أعزائي وحبايبي متابعيني أسعار التياب متناسبة مع الدخل؟ والله الأسعار مرتفعة شوي بسبب يعني إنه في بضاعة بتجي من عند النظام وعم تكلف يعني جايبانها عم تكلف
مشان هيك مرتفعة. هل الأسعار مقبولة بوجهة نظرنا نحن؟ بقى بوجهة نظر الغير ما بنعرف، بس بوجهة نظرنا الأسعار مقبولة جدا، لأنه نحن بضاعتنا أغلبي تاع الدولار، واليوم بدك تضربي على مستوى على سعر الصرف. سعر الصرف عنا اليوم كل نهار عم بيصير سعر شكل، والله غالي شوي، يعني فيها شوية ارتفاع بالأسعار خاصة بالنسبة يعني الجديد والأطفال بشكل خاص، يعني أسعاره غالي كتير. يعني لبست الأطفال إذا بقارنية مثلا بالرجال والنساء نفس الأسعار، مع أنه لازم يكون قطعة أرخص شوي. النظام هو المسؤول. كيف يعني؟ يعني النظام في معامل تدمرت كتير، في هاجرت برات سوريا، ايه مشان هيك الامور ضعفت شوي. اللي مسؤول الحرب اللي صار عنا هذا هاي اغلبيه التجار صاروا بتركيا، واغلبيه التجار صاروا في اوروبا، يعني ما بقى في لا بقى في نسيج، كله عم يجي البضاعه بتجي من تركيا، اغلبيه بضاعتنا بتجي تركيا. وهلا صار بالنسبه بعفرين وبعزاز صار في معامل، يعني صرنا نجيب من هالمعامل. والله يعني الحرب بشكل عام، انتقال هالمعامل كلها انتقلت اللي كانت بحلب او بغير حلب، يعني يضل بس مشاريع بسيطه، مشاريع صغيره فرديه. هلا في خلق عم تشتري من البالي، وفي خلق بيشتروا البسه جديده، بقى كل مين حسب ظرفه، حسب بقى الاستطاعه. هلا بالنسبه للعالم اغلبيه اليوم عم يجي بنطرون الجينز بسعر بنطرون الجينز البالي، يعني بنطرون الجينز العفريني او العزياز عم يجي بسعر البالي. اليوم البالي بنطرون الجينز حقه 50 ليره، بنطرون الجينز عفريني حقه 50 ليره، يعني نفس السعر. والله بالنسبه لي بنشتري من البالي، ونسبه كثير يعني من الخلق بتشتري من البالي، يعني في قطع بالبالي يعني كجودي كسعر ممتاز. يعني شو بدي اعمل يا ابني؟ عم اشتغل بثلاث بيوت غير هون وما عم لحق مصروف البيت. عجيب، ليش ما عم تلحقي مع انه كل شيء غالي؟ وانت كيفك؟ والله شوفت عينك، عايش مثل كلاب الشوارع بعد ما البلديه قصت لي البيت. بدهن الناس تعيش هيك، هي المسرحيه من سنين طويله مو من اليوم، يعني من سنين وهن عارفانين شو اوضاع الناس، وهذا الممثل ابن النظام ومسمح له يحكي من معلمينه، ولا شو بدهن يقنعونا انهم مو مخططين لانهم يفقروا هالناس؟ انت بده يصير معي وقت روح تشكر الحكومه على النعم؟ والله ما عم يصير معي وقت. على شو يا ترى بده يتشكرها؟ يمكن من شان يلي هون عم ينحكى. بتعرفوا انه الغلا ذبحنا، الضرايب هلكتنا، الفساد نخر فينا للعظم، لا والفاسد عم ينسكت عنه وعم تعلى مراتبه، والغني عم يزداد غنى والفقير عم يزداد فقر وتحتير وشنطة وهر. وشو ابو عجوقه جاي عم يضحك من حكياته مع رفيقه بالسوق على انه التياب صارت من الاحلام ببلد الاحلام والخيال؟ شو ابو عجوقه؟ يا شكريه، مثل ما قلتي الناس صارت تضحك على مصايبها، بس هدول الممثلين من سنين طويلة عم يخلوا الناس تضحك على نفس المصايب. هاي الكوميديا صار بدها ينكتب عنها يا شكرية، انه في شعب بالدنيا كلها مآسي بتصير كوميديا للضحك من كتر الوجع يلي عايشه غير شعبنا. ليش الكوميديا تبعنا مو للمرح والفرح؟ عم يقولوا البعض انه ايه كنا عايشين بس ما عم يكملوها كيف الناس كانت عايشة. يا ترى راتب الموظف قديش كان يكفي أكل وشرب ليقدر يشتري تيام؟ يا ترى المعلمين قديش كان الجاكيت أو السترة تخدمهم؟ ويمكن كانوا هنن يطلعوا على التقاعد وبعض أوعيهم ما تطلع معهم على التقاعد، وخاصة يلي عنده أولاد. بس بنفس الوقت رأس النظام والعيلة كلها بس يطلعوا كل مرة بموديل، وهي مرته يلي طوبت سواق البلد بطريقة جديدة وآخرتها أسواق حلب القديمة، كانت تشتري ثيابها وجزادينها وكنادرها برواتب مديرية كاملة من الموظفين بسنة أو أكثر. بس المواطن الطبيعي يدور على ثيابه بالبالي معلش. أنا حكيت مع رفيقي وبحطنا على ثيابنا، لأنه من أيام المدرسة كنا نحكي ونمزح عن هالقصص، بس أولاد المسؤولين يلي كانوا معنا بمدرستنا كانوا يجخوا ويرقوا بكل شيء، حتى تياب المدرسة عندهم موديلات، بس نحنا كنا نترك أواعي المدرسة لأخواتنا الصغار ولأولاد قرايبيننا، يعني أولاد الخالات والعمات يتوارثوا لهالتياب. فتحت لي جروحاتي يا أبو عجوقة. إيه والله، حتى تياب المناسبات كنا نستعيرها من بعضنا
الكنادر يلي تصغر مثل بقية التياب تصير للأصغر وهيك تنتقل، طبعا بعد ما تكون زارت السكافي كذا مرة وتركب لها كعب وغير كعب. وخلينا نقول والذي منه يا شاكرية، لأنه كل شي كنا نصلحه ونخليه لآخر نفس، مشان شو؟ مشان سيادته يطلع يفرجينا ضحكته الفريدة وقال شو كنا عايشين. إلا ما كنا عايشين حبايب شكرية وحبايبي.